السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية قسم الهندسة المدنية جامعة البصرة. اليوم عندنا هذا الجزء الرابع من موضوع Shear Force and Bending Moment in Beams. بس أذكر بالمحاضرات السابقة احنا تكلمنا عن إيجاد Shear Force والBending Moment في نقاط معينة، وبعدين تعلمنا نرسم مخططات Shear Force Diagram والBending Moment Diagram. اليوم راح ناخذ جزء مكمل للموضوع، وهذا الجزء الرابع اللي يتكلم عن العلاقة بين اللود الحمل والشير والبندنج. هذا عنوان الموضوع relation between loads shear and moment. اذا نشوف هذا الشكل قدامنا، لو نفترض عندنا بيم simply supported ومحمل بحمل موزع بانتظام على طول الفضاء مالته، واذا جاي نحاول نرسم احنا شير فورس او بندنج مومنت دايجرام وناخذ مقطع اكس، وقلنا اذا ناخذ جهة اليسار من المقطع فراح يكون عندنا الشير فورس يكتب رد الفعل RA ناقص الحمل W في X W في X، فصار عندنا هذا هو الشير فورس بهذا المقطع. وطبعا احنا اذا قبلها حاسبين الرياكشن هذا يطلع W في L على 2 لان الشكل متناظر والحمل كله هو W في L، فإذا قسمه بالنص يصير W على 2 أو تقدر تستخرجه معادلات توازن. فراح يكون عندنا هذا الشير فورس بالمقطع. بنفس الطريقة البند مومنت بالمقطع راح يكون بهذا الشكل W في WL على 2، يعني هاي الـ RA، هذه هي RA في ذراعها X مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة. يعني احنا معادلة الشير نقدر من عندها نستنتج معادلة البيندنج مومنت، فقط اللي نسويه انه هنا كل قوة من هاي القوى نضربها في ذراعها، فالـ RA في ذراعها هي نفسها WL على 2 في ذراعها X ناقص هذا الحمل W في X في ذراعها، هذا WX هو الحمل ولأنه مستطيل فيقع بالمنتصف، فذراعها أو ذراعها إلى حد الـ X هي X على 2 لأنه مستطيل. فراح نستنتج انه هذه معادله البند مومنت دبليو ال اكس على 2 ناقص دبليو اكس تربيع على 2. الفكره هنا حتى نوجد العلاقه بين اللود والشير والبندنج انه احنا لو نجي نشتق هذه المعادلات نشتقها مع الاكس، ومثل ما موجود يمك بالمحاضره لو نحاول بالبدايه نشتق معادله المومنت هذه، فنكتب دي ام باي دي اكس، حاول نشتق معادلة البندنج نسبة للاكس، هذه من اشتقها للاكس صارت W في L على 2 ناقص الاكس تربيع نشتقها تصير 2x تروح الى 2 فيبقى ناقص WX، هذه هي مشتقة معادلة البندنج مومنت دايجرام او معادلة البندنج مومنت. شوفها اذا تقارنها ويا معادلة الشير هي بالضبط تساوي الشير بالمقطع نفس، ولهذا تشوف جوا يمك هذه النوت كاتبينها بمستطيل، كاتبين اذا تشوفها thus the rate of change of bending rate of change يعني معدل تغير العزم rate of change of the bending moment with respect to x، معدل تغير البندنج مومنت مع الاكس المسافه x is equal يساوي the shearing force يساوي الشير فورس، أو بمعنى آخر the slope of the moment diagram ميل منحني المومنت، لأن المشتقة هو ميل المماس، فهنا كاتبين the slope of the moment diagram at the given point is the shear at the point. بمعنى نستنتج من هذه المعادلة أنه ميل المماس لمنحني bending moment في نقطة معينة يساوي قيمة الشير فورس بهذه النقطة، ولهذا نقدر نكتبها بهالشكل دي ام باي دي اكس تساوي في، وهذه أول علاقة طلعناها هسه بين الشير والمومنت، بمعنى أنه مشتقة المومنت يساوي الشير، أو نقدر نقول الشير هو تكامل لمعادلة المومنت. يعني أنت إذا ترجع معادلة المومنت تشتقها تنطيك شير، ارجع كاملها تنطيك مومنت، يعني الشير معادلة الشير هذه إذا تكاملها تنطيك معادلة المومنت.
بعد إذا رح نشتق معادلة الشير هالمرة، هذه معادلة الشير إذا نشتقها، ف dv by dx تساوي dv by dx. إذا نشتقها هذه معادلة، هذا مشتقة صفر لأن كلها ثوابت، يبقى ناقص w. وهذه هي العلاقة الثانية، واللي من عندها نستنتج أيضا نفس الكلام مكتوب يمك بالمستطيل. Thus the rate of change of the shearing force with respect to it, to x is equal to the load. بمعنى أنه معدل تغير الشير مع المسافة x يساوي قيمة الحمل، أو نقدر نقول أنه ميل المماس لمنحني الشير فورس في نقطة معينة، يساوي قيمة الحمل في هذه النقطة. يمك تشوف بالمحاضرة بعد هذه التعريفات اكو نوتس، مجموعة من الملاحظات مكتوبة بالشكل التالي: Properties of Shear at Moment Diagrams. يعني بناء على هذه الملاحظات اللي استنتجناها هنا، عندنا مجموعة من الملاحظات حول الشير فورس والبندنج مومنت دايجرام. أول ملاحظة: The area of the shear diagram to the left or right of the section is equal to the moment at that section. يعني جاي يقول الشير في أي نقطة، طبعا من هذه المعادلة، الشير في أي نقطة راح يساوي المساحة الاريا مالت البندنج مومنت دايجرام. Area of bending moment، الشير في أي نقطة يساوي مساحة البندنج مومنت الشير دايجرام، مساحة الشير دايجرام تساوي مومنت. ليش؟ مين جاي هاي؟ يعني هنا بالعكس خلينا نكتبها: المومنت يساوي الاريا اوف شير فورس. مين جاي هذه؟ شوف من تكامل الطرف وين هنا، راح يطلع لك ام. ام ايش يساوي اذا كامل في الطرف وين؟ راح تطلع ام تساوي في في اكس، اللي هي مساحه الشير فورس دايجرام. فاذا اول ملاحظه نستنتجها انه مساحه الشير فورس دايجرام بين نقطتين يساوي البندنج مومنت دايجرام. الثانية، ملاحظة ثانية: The slope of the moment diagram at a given point is the shear at that point. نفس الشيء من هاي الملاحظة راح نستنتج السلوب لمنحني البندنج مومنت، مثل ما قلنا ميل المماس، slope of M يساوي الشير بهذه النقطة. slope of bending moment diagram يساوي شير. بعد عندنا ملاحظة: The slope of shear diagram. هسه راح ننتقل هذه المعادلة هالمرة. Slope of shear diagram at a given point، يعني slope of V يساوي الحمل، مقدار الحمل بنفس النقطة. بناء على هذه الملاحظات، النقطة اللي يمر بيها الشير فورس بالصفر، يعني عندما يكون ال V يساوي صفر، يعني هنا إذا V يساوي صفر شنو معنى؟ معنى dm by dx يساوي صفر، يعني الميل المماس لمنحني المومنت يساوي صفر. بمعنى ميل المماس أفقي، الميل مالته صفر، فمعناها المماس أفقي، معناها البند المومنت صاير بهالشكل. ولهذا إذا نتذكر المحاضرات السابقة من استخرجنا نقطة الزيرو شير فورس، ايش قلنا؟ قلنا تمثل الماكسيموم مومنت. مين جاية منه؟ من هذه المعادلة، من الشير فورس يساوي صفر، صار عندي دي ام باي دي اكس يساوي صفر، وبالتالي معناها المماس إلى أفقي، أو يعني هو صاير نقطة نهاية عظمى. بعد الملاحظة الخامسة: When the shear diagram is increasing، من يتزايد منحني الشير، يعني إذا قيمة الشير جاية تتزايد كل ما تتجه بهالشكل، بتشوف منحني الشير يتزايد، قيمته تتزايد. كل ما تزايدت قيم الشير شنو معناها؟ معناها هنا جاي نقول المومنت دايجرام كونكيف ابورد، يعني صاير هيك بهالشكل.
إذا الشير جاي يتزايد، يعني كل ما تمشي باتجاه الأكس الشير يصعد، منحني المومنت راح يصير مقعر بهالشكل. ليش؟ لأن قيمة الشير تساوي ميل المماس، هذه شوي خل نركز بيها مهمة. قيمة الشير تساوي ميل المماس. شوف هذا المنحني ميل المماس إلى بهاي النقطة صاير بهالشكل، بهاي النقطة صاير بهالشكل، بهذه النقطة صاير بهالشكل. فشنو معناها؟ معناها كل ما تزايد، طبعا خلينا نقارنه ويا هذا، هذا المنحني. شوف هذا المنحني بهذه النقطة أفقي، بهذه النقطة صاير بهالشكل، وبهذه النقطة صاير بهالشكل. خلينا نقارن بين ذول الاثنين حتى نفهم شنو الموضوع. شوف هذا هنا الميل سالب، هذا الخط ميله سالب، هنا هذا الميل صفر. ليش؟ أفقي. هنا الميل موجب، هذه زاوية الميل، هذه زاوية الميل. من السالب للصفر الموجب الجاي صير بالميل جاي تزايد، الميل هو يساوي الشير، فمن الشير يساوي أو من الشير يتزايد معناها جاي صار عندي هذا الشكل، جاي تزايد بهالشكل. لأن ميل المماس هذا يساوي قيمة الشير، فمعناها قيمة الشير هنا صغيرة، كبرت كبرت جاي تزايد، هذا قيمة الشير. يعني هذه هذا الرسم يجي من منحني شير جاي تزايد بهالشكل، طبعا سواء كان مستقيم أو منحني مهم بهالشكل جاي تزايد. في حين إذا الشير يتناقص، منحني الشير جاي يتناقص، راح يتكون عندنا هذا الشكل، هنا موجب صفر سالب. فلهذا نقول انه اذا لقينا احنا راسمين منحني الشير فورس دايجرام ونريد نستنتج من عند البندنج مومنت دايجرام، فاذا نشوف قيم الشير تتزايد، نقول اذا منحني المومنت راح يصير مقعر، لكن اذا قيم الشير تتناقص راح يكون عندنا منحني الشير محدد. اخر ملاحظه عندنا وان دي شير دايجرام از ديكريزنج هي هذه، يعني الملاحظة الخامسة هذه والملاحظة السادسة هذه، من يتناقص منحني الشير يصير عندنا منحني المومنت محدد. خلينا ننتقل صفحة 3 إلى المثال. منطوق المثال يقول without writing shear and moment equations، يعني هذا حتى بالامتحان من يجيك السؤال يجيك بهذه الصيغة، بدون كتابة معادلات الشير فورس والبندنج مومنت، draw the shear and moment diagrams، ارسم منحنيات الشير ومنحنيات البند. يعني بنشوف السؤال يقول without، بدون ان ترسم منحني الشير وبدون العفو بدون ان تكتب معادلات الشير ومعادلات البندنج، ارسم المنحنيات، معناها جاي يقول استخدم هذه العلاقات. خلينا نشوف المثال رقم واحد، خلينا نشوف المثال رقم واحد. فهذا المثال، هسه المثال الاول مثل ما قلنا مطلوب يجاء رسم شير فورس بندنج مومنت دايجرام بدون كتابه معادلات الشير فورس وبندنج مومنت. طبعا هنا نريد نعتمد على الخصائص اللي تكلمنا عنها قبل شوي، العلاقه بين اللود والشير والبند. هذا المثال لاحظ انا كاتب لك هنا ردود الافعال، استخرج انت تقدر معادلات التوازن مكتوبه يمك بالمحاضره، ال R1 35 كيلو نيوتن وال R2 55 كيلو نيوتن. ونريد نرسم هنا الشير فورس دايجرام، وهنا نريد نرسم البندنج مومنت دايجرام. اذا نريد نبدي بالشير فورس دايجرام، نريد نبدي نرسم بهذه المنطقه يعني بين الصفر والاثنين متر. ف هنا عندي ال R1 35، معناها راح ارسم قيمة الشير فورس هنا قيمتها 35 كيلو نيوتن، 35 كيلو نيوتن قيمة الشير في منطقة رد الفعل، نقطة رد الفعل. راح الاحظ بين الصفر والاثنين متر ما عندي تغير بالحمل، واحنا قلنا ال dV by dx يساوي الحمل، طبعا هذا حمل موزع، اصلا ما عندي حمل موزع، الحمل الموزع يساوي صفر، فمعناها ميل منحني الشير بهذه المنطقه
يساوي صفر، وإذا يساوي صفر الميل يساوي صفر، يعني عندي خط أفقي. فإذا هنا عندي خط أفقي. ليش خط أفقي مثل ما قلنا؟ لأن ماكو حمل، قيمة ال W يساوي صفر، وبالتالي dV by dx يساوي صفر، يعني خط مستقيم أفقي، الميل مالته يساوي صفر. إذا نجي لهذه النقطة هسه ونريد نحسب الشير هنا بهذه النقطة، نقطة الكونسنتريتد فورس، هذه راح ينزل بمقدار 60، يعني الشير هنا راح يجي له 60 تنزل. أو نقدر نقول يعني لو نسمي هذه النقاط، هذه نقطة A وهذه نقطة B، هذه نقطة C وهذه نقطة D مثلا، نقدر هنا نقول انه الشير في نقطة B راح يساوي 35، هذه كلها 35 كيلو نيوتن ناقص 60. ليش؟ لأن جاي نشتغل على يسار المقطع، فمعناه ينزل لي هنا 35 ناقص 60 يعني سالب 25 كيلو نيوتن. فراح ينزل الشير فورس هنا 35 كيلو نيوتن. نفس الشيء بين نقطة B ونقطة C ما عندي حمل، ماكو حمل موزع، يعني W قيمته صفر، وبالتالي إذا قيمته صفر خط أفقي. نفس الملاحظة السابقة، صار عندي هذا الشير هنا سالب، بعدين هنا قيمة الشير بالسي راح تساوي السالب 35، وتجيلها قيمة رد الفعل 55، وبالتالي راح يطلع عندي 20. فراح يصعد هذا، ونحن الشير هنا يصعد يوصل للعشرين، هذا 20 كيلو نيوتن. بعدين نفس الملاحظة عندنا، نفس الملاحظة انه هنا بين السي والدي قيمة الدبليو تساوي صفر، ومعناها الشير فورس هنا خط افقي. خط افقي، وبالاخير لازم ينزل الشير فورس الى هذه النقطة، هذه بس عفوا هنا 25، هذه مو 55، وبالتالي هذه 30، سالب 25 زائد 55 يعني 30 كيلو نيوتن. فراح يصير عندي هنا 30 كيلو نيوتن، وبالتالي من اوصل لهذه النقطة 30 وراح تنزل 30 ترجع للصفر، فيصير الشير هنا يساوي صفر. هذا منحني الشير. عندنا ملاحظات هنا نشوفها، دائما احنا نقول قيمة الصعود او النزول بالشير فورس يساوي قيمة الكونستريتد فورس بالنقطة، يعني هذه 35 ليش؟ لان رد الفعل هنا قيمته 35، هذه سالب 35، هذه منها لهنا سالب 35، سالب 25 العفو، هذه سالب 25، وعندي 35 هنا صارت 60، هذه 25 وهذه 30 تصير هذه 55. هنا بنقطة الفري اند، نقطة النهاية، ما دام هذه نهاية حرة يعني ماكو رد فعل هنا، ماكو مسند هنا، معناها الشير هنا يساوي صفر، ولهذا رجع للصفر. يعني خلينا نعيد هاي الملاحظات. شوف في مناطق الكونستريتد فورس، يعني حتى اذا ما تشيك عندك شلون هسه انا مثلا 35 ما تشيك، 30 ما تشيك، لازم تنتبه لهذه الملاحظات، انه من ترسم الشير فورس دايجرام يجب ان يكون الصعود او النزول باي منطقه هو يساوي الكونستريتد فورس بهذه النقطه. يعني هذه هنا 30، وشوف وبعد الملاحظه الاخرى هذه فري اند نسميها. فري اند يعني نهايه حره ماكو مسند بيها، فلازم تصير قيمه الشير بيها يساوي صفر. فرجع لنا المنحني للصفر. بالنسبه للبندنج مومنت دايجرام نفس الطريقه راح نرسمه بدون استخدام المعادلات، ما نكتب معادله البندنج مومنت دايجرام. عندنا ايضا ملاحظات مهمه، هذه نهايه هسه، هذه النقطه نقطه اي هي نهايه،
وهي نهاية بسيطة يعني simple supported، يعني بمعنى ما بيها عزوم، يعني مو fixed. لو المس نتفليكس راح نشوفه بغير امثله، لا ما نقدر نقول هذه ملاحظه، لكن هنا ما دام النهايه هذه اللي بديت بيها هي سمبلي سبورتد، معناها قيمه عزم صفر تبدي لازم، يعني هذه صفر. ليش؟ لان سمبلي سبورتد. راح نعتمد بعدين انه نريد نجي لهذه النقطه نحسب العزم بيها. ايش قلنا احنا قبل شويه بالملاحظات؟ انه قيمه العزم هنا هذه النقطة راح تساوي مساحة الشير فورس دايجرام. هذه المساحة، هذه المساحة 35، هذا ارتفاع 35 في 2 70، معناها هنا عندي بهذه النقطة 70 كيلو نيوتن متر. أنا هنا عندي 70 كيلو نيوتن متر وراح أرسمها بهالشكل. ليش 70؟ لأن قيمة البندنج مومنت بالحقيقة نقدر نقولها بالشكل التالي: قيمة البندنج مومنت أو الفرق في قيم البندنج مومنت بين نقطتين، يعني إذا نسمي هذه M2 وهذه M1، M2 ناقص M1 تساوي مساحة الشير فورس. طبعا مثل ما قلنا ليش؟ لأن المومنت هو تكامل معادلة الشير، وبالتالي يعني المساحة تحت منحني الشير، فالفرق بين الام 2 والام 1 هو مساحة الشير بهذا الجزء. الام 1 صفر، فالام 2 راح تطلع 70. اذا نجي لهاي النقطة، اذا نجي لهاي النقطة تشوف هاي النقطة، يعني خلينا نسميها ام 3، تقدر تقول الفرق بين الام 3 والام 2 هو يساوي مساحة الشير فورس اللي بينهم، هذه 25 وهذه 4، يعني 100. مساحة الشير فورس بين هذه النقطتين 100. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير الام 3 يساوي، او الام 3 ناقص الام 2 يساوي 100. ليش؟ لان مساحة الشير فورس بينهم تساوي 100. الام 2 عندي 70، وهذه بالحقيقة سالب 100. ليش؟ لان سالب 25 في 4 يطلع سالب 100. فهسه تقدر تقول اذا الام 3 يساوي سالب 100، وهذه الام 2 تيجي منها زائد 70. يعني بالنتيجه راح يصير عندي الام 3 يساوي سالب 30 كيلو نيوتن متر. فهذه هنا راح تطلع سالب 30، واقدر اوصل بينهم خط مستقيم. منو بقى عندي؟ بقى عندي النقطه الاخيره فري اند. الفري اند الشير فورس بيها صفر، هاي نحفظها، الشير فورس صفر والبندنج مومنت صفر، نقدر بدون ان نحسب راسا نقول هذا لازم يرجع للصفر. ليش؟ لان فري اند، يعني بالامتحان تقدر تكتبيها بهالشكل، او تسوي نفس الطريقه، او تقول اذا هذه تسميها ام 4، تقدر تقول ام 4 ناقص ام 3، ام 4 ناقص ام 3 يساوي مساحه البندنج بمساحه الشير فورس اللي بينهم تساوي 30 في 1، يعني تساوي 30. فام 4 راح تساوي 30، والام 3 اصلا هي 30، فراح يطلع الام 4 يساوي 0. او مثل ما قلنا تقدر تستنتجها انه هذا لي ان فري اند، تقول اذا يرجع هنا ماكو داعي نحسب. هذا كان مثال الاول، تعلمنا هذا المثال شلون نرسم معادلات الشير فورس بند مومنت، او نرسم العفو مخططاتهم بدون كتابه المعادله. خلينا ننتقل للمثال اللي بعده نشوف الافكار مالته. فهذا المثال الثاني نفس الشيء، مطلوب ايجاد او العفو رسم مخططات الشير فورس دايجرام بندنج مومنت دايجرام بدون كتابه المعادلات. طبعا تلاحظ احنا راح من جهه اليسار ردود الافعال ما راح نحتاجها بهذا المثال، مو شرط نستخرجها، لكن انت تقدر تستخرجها لغرض التشيك. ممكن واحد يستخرج حتى يشيك قيمة الشير وقيمة البندنج بهذه الجهة، فهذه اتركها لك، انت روح استخرج معادلة، استخرج قيم الرياكشن من هذه النقطة. خلينا نبدي ويا الشير فورس دايجرام. في نقطة اي، نعم في نقطة اي، ما دام هذه نهاية حرة فري اند،
تعلمناها من المثال السابق انه بالفري فري اند راح يصير الشيل يساوي صفر والبندنج يساوي صفر. فهذه مباشره نقدر نكتبها، فتجي تكتب لي انت في اي يساوي صفر، والافضل قبالها تكتب لي ليش تقول هذه فري اند، يعني كغلط الامتحان. نجي الى نقطه بي، نجي الى نقطه بي. الشير بين نقطه بي ونقطه اي يساوي مساحه اللود. الشير يعني في بي ناقص في اي راح يساوي مساحه اللود، يعني 5 في 2 يعني راح يطلع عندي 10. يعني هذه في اي تساوي 0، احنا قلنا هي تساوي مساحه الشير فورس، مساحه اللود هنا، فسالب، لان بالقانون هي سالب دي في باي دي اكس، او دي في باي دي اكس سالب دبليو تساوي سالب المساحه. فخمسه في اثنين سالب 10، فراح يجي لي هنا سالب 10. نوصل بينهم بخط مستقيم، ليش خط مستقيم؟ لان الحمل لينير خط. بعدين راح نشوف من نوصل بند مومنت دايجرام نتعامل ويا الحمل الموزع، راح نشوف له راح يطلع عندنا منحنى. هسه بين البي والسي ما عندي حمل، فاذا الفي سي ناقص الفي بي يساوي صفر. ليش؟ لان الحمل يساوي صفر. في سي ناقص في بي يساوي مساحة الحمل والمساحة صفر. أو مثل ما سوينا بالمثال السابق الدي في باي دي اكس يساوي سالب الدبليو والدبليو صفر، معناها هنا عندي خط أفقي. ليش؟ لأن يعني المين مالته ثابت أو يساوي صفر. يعني ما تقول هذه العبارة وهذه نفس الشيء نفس المعنى. وطبعا من أوصل لل الجزء اللي بعده V R D شير نقطة D هو ناقص V P تساوي صفر أيضا، لأن ما عندي حمل، ما عندي حمل موزع. أو مثل ما قلنا D V by D X تساوي صفر، وبالتالي يستمر هذا خط أفقي عندي بهالشكل. يعني شير فورس قيمته سالب 10. جرب وأنت اتركها عليك. يفترض اذا طلع قيمه الشير لقيمه رد الفعل العمودي هنا، هذا فيكس بثلاث ردود افعال بهالشكل، هذا راح يطلع صفر لان ما عندي قوه افقيه، وبالسموشن واي يطلع هذا الحمل اللي رد الفعل، وبالعزم يطلع قيمه هذا العزم، يعني ثلاث ردود افعال هنا. المفروض يطلع في رد الفعل هنا سالب 10 ويطلع قيمته 10، المفروض هذا يطلع 10. وبالفعل انت اذا تاخذ سموشن اوف واي، يعني لو هذا تسميه ار دي، هسه من تاخذ سموشن اوف واي يساوي صفر راح تطلع الار دي تساوي فقط هذا الحمل عندي تساوي 5 في 2 وايضا تساوي 10 كيلو نيوتن. يعني هذا كتشيك انه هنا لازم يطلع عندي 10 كيلو نيوتن بسبب وجود هذا رد الفعل. ننتقل للبندنج مومنت دايجرام، نفس الشيء هنا عندي صفر، فتيجي تكتب لي الام ات اي يساوي صفر. ليش؟ لان هذه فري اند عندنا. عندنا هنا فري اند لازم العزم يساوي بها صفر مثل الشيء. هسه نجي نقول المومنت في نقطة بي ناقص المومنت في نقطة اي يساوي مساحة الشير. يساوي مساحة الشير. الام اي عندي صفر، فيبقى اذا البندنج مومنت في نقطة بي راح يساوي مساحة الشير، يعني مساحة هذا المثلث. يعني سالب 10 في 2 على 2 نصف القاعدة في الارتفاع، يعني راح يساوي سالب 10 كيلو نيوتن متر. فراح يجي لي هنا قيمته سالب 10. هسه هنا مثل ما قبل شوي قلنا، هل اوصل بخط مستقيم؟ لا. ليش؟ لان اعتمد على المعادلة الثانية هالمرة، دي ام باي دي اكس يساوي في. يعني الميل، ميل المماس لمنحني البندنج في اي نقطة يساوي قيمة الفي. وقيمة الفي متغيرة هنا، شوفها، يعني مو مثل هنا قيمة الحمل ثابت، فيطلع الشير خط مستقيم. هسه لأن قيمة الشير متغيرة، يعني ميل المماس للمنحني متغير، وبالتالي لازم يطلع منحني حتى يكون الميل متغير.
لأن المنحني لو هالشكل قيمة الميل هنا تختلف عن قيمة الميل هنا تختلف هنا ميل المماس. ولهذا نقول ما دام الشير مو ثابت راح يكون عندي هنا منحني. انزين هذا المنحني هل ارسمه محدب لو ارسمه مقعر؟ يعني يا اختيار يكون هو الاصح، هل اوصل بينهم بهالشكل لو اوصل بهالشكل؟ واحد من عندهم صح، هو بالحقيقه هذا الصح. ليش؟ خلينا نشوف. الدي ام باي دي اكس يساوي في، الفي ايش فيها جاي تتناقص؟ الفي جاي تتناقص قيمتها. وقبل شوي بالمثال الاول قلنا تتناقص يعني شكل المنحني بهالشكل هذا، ليش؟ لان هنا الميل مالته موجب، هنا الميل مالته صفر، وهنا الميل مالته سالب. فشنو معناه؟ معناه هذا الشكل الصحيح مو هذا، هذا راح ينحذف. يصير بهالشكل. منحني محدد. ليش؟ لان الشير جاي يتناقص. فمن الشير يتناقص يصير عندي منحني بهالشكل. هسه نجي لنقطة سي، المومنت بنقطة سي. الام ات سي راح يساوي مساحة الشير، يعني الام سي ناقص الام نقطة بي، راح يساوي مساحة الشير فورس اللي بينهم. الام سي الام بي عندنا 10 او سالب 10، فالام سي ناقص سالب 10 راح يساوي مساحة الشير فورس ايش قد هنا؟ سالب 10 في 2 يعني سالب 20. معناها الام في نقطة سي راح تجي هاي العشرة منها فيصير سالب 30، فيجي لي هنا سالب 30، فهنا راح يصير قيمة العزم هي سالب 30 كيلونيوتن متر. هل اوصل بينهم بخط مستقيم لو منحني؟ ارجع للشير، الشير ثابت. واحنا ايش قلنا؟ قلنا دي ام باي دي اكس تساوي في، ما دام قيمة الشير ثابتة معناها هنا يصير خط مستقيم. ليش؟ لأن الخط المستقيم الميل مالته ثابت. واحنا عندنا معادلة تقول ميل منحني، ميل المماس لمنحني بندنج يساوي قيمة الشير. فمعناها لازم أوصل بخط مستقيم. راح أوصل بخط مستقيم. ويصير عندي هنا سالب 30. شوف هنا صار عندي عزم مركز، هذا كونستريتد مومنت. هذا في منحني البندنج يشتغل مثل الكونستريتد فورس في منحني الشير، يعني هذا راح يعطيني زياده مقدارها 60 فيصعد هنا. يعني الام ات سي كانت سالب 30، راح نكتب ام سي مره ثانيه، راح تساوي سالب 30 زائد 60 كيلو نيوتن متر اجتها. فوين راح يصعد؟ راح يصعد ل 30، راح يصير موجب 30 هالمرة. يعني أعيدها، كانت قيمة الشير فورس تتأثر بالكونسنتريتد فورس. إذا أكو كونسنتريتد فورس مثل ما شفنا بالمثال السابق قلنا يطفر منحني الشير بمقدار الكونسنتريتد فورس، يصعد أو ينزل. المومنت ما يتأثر بقيمة الكونسنتريتد فورس، قد يتأثر بقيمة الكونسنتريتد مومنت، وبالتالي راح يصعد لل 30. وبالتالي راح يصعد للثلاث. منو بقى عندي؟ بقى عندي المومنت في نقطة دي. المومنت في نقطة دي ناقص المومنت في نقطة سي يساوي مساحة الشير فورس بينهم. يعني يساوي سالب 10 في 1. سالب 10 في 1. وبالتالي هذه قيمتها سالب 30 وهذه 10 فراح يطلع 20 فرق. فهذه راح تطلع 20 كيلو نيوتن متر. هل اوصل بينهم بخط مستقيم لو منحني؟ لا، راح اوصل بخط مستقيم. ليش؟ نفس السبب، لان قيمه الشير ثابته معناها منحني الشير الميل منحني البندنج الميل مالته ثابت، وبالتالي بس الخط المستقيم الميل ماله ثابت. يعني لاحظنا بهذا المثال شلون نستخدم المعادلات بالشكل التالي. انا دائما اخذ نقطتين اطلع الفرق بينهم واقول هو مساحه اللود، او اطلع الفرق بينهم واقول مساحه الشير. يعني قيمه الشير او قيمه البندنج
اطلعها من المساحات من المساحة. في حين نوع المنحني هل هو منحني لو مستقيم، او هل هو اذا منحني هل هو محدب لو مكعب؟ هذه ارجع الى الدي ام باي دي اكس تساوي في والدي في باي دي اكس تساوي الحمل. هذا كان المثال الثاني، وهذا المثال الثالث نفس المطلوب. احنا هنستمر هذه الامثله كلها نفس المطلوب، انه نرسم شير فورس وبندنج مومنت دايجرامز بدون استخدام المعادلات. خلينا هذه ردود الافعال موجوده مكتوب المحاضره استخراجها، تقدر تستخرجها. هذا قيمته 10 وهذا قيمته 40 كيلو نيوتن. وخلينا نرسم الشير فورس دايجرام. طبعا هنا راح ندي ايضا ما دام هذا رد الفعل قيمته 10، يعني هنا عندي الشير قيمته 10، هنا عندي 10 كيلو نيوتن. بهذه النقطة نريد نحسب الشير بهذه النقطة، ما عندي حمل، معناها مساحة الحمل هنا تساوي صفر، وبالتالي راح يبقى هذا قيمته 10، راح يبقى الشير فورس هنا قيمته 10. فأنت تقدر تكتب لي اياها يعني غرض الامتحان، إذا تسميها النقاط A B و C و D و E، تقدر تكتب لي الشير فورس بنقطة A يساوي 10 كيلو نيوتن، لأن هنا عندي رد فعل. بعدين تكتب الشير في نقطة B ناقص الشير في نقطة A يساوي مساحة الحمل، يعني راح يساوي صفر، وبالتالي الـ VB يساوي 10 كيلو نيوتن أيضا. فهنا وصلنا 10 كيلو نيوتن. هسه ننتقل لنقطة، هذه عفوا نقطة C مو نقطة B. نوصل هسه إلى نقطة D، نريد نستخرج الشير فورس بها فهمت؟ فالشير في نقطة D ناقص الشير في نقطة C يساوي مساحة الحمل. مساحة الحمل بين C و D هي 10 في 3، يعني يساوي سالب 30. وهذه 10 فسالب 30 وهي 10 يبقى سالب 20، لأن هذا عندي 10. فإذا عندي هنا سالب 20. قيمة الشير. زين، نفس السؤال نسأل، نريد نوصل بينهم، هل نوصل بخط مستقيم؟ لو نوصل بمنحني راح نعرفه من هذه دي في باي دي اكس يساوي ناقص الحمل، يعني يساوي سالب 10، سالب هذه 10. فقيمة الميل ثابتة، لأن هذا ثابت سالب 10 أو 10، معناها خط مستقيم. وسالب فعلا، لان الميل هنا تلاحظه جاي يتناقص او يعني صاير سالب. زين، وصلنا النقطة دي، نريد نرجع هنا عندي رد فعل هسه جاي قيمته 40، فراح نقول هنا الشير في نقطة دي مرة ثانية، لان الدي بها قيمتين للشير تصير بسبب وجود رد الفعل. فبي بدي راح تساوي سالب 20 زائد قيمة رد الفعل زائد 40، وبالتالي راح تساوي 20 كيلو نيوتن موجب. فراح يصعد هذا منحني الشير يصعد لل 20. هنا تقدر تحسبها او مثل ما قلنا، ما دام هذه هنا عندي فري اند فلازم يرجع للصفر، فلازم نوصل بينهم بخط مستقيم للصفر. هذا موجب، هذا موجب، هنا سالب موجب، لازم يمر بالصفر او لازم يرجع للصفر. او يقدر واحد يحسبها يقول الشير في نقطة اي يساوي الشير في نقطة دي او عفوا ناقص بي ار دي، راح يساوي مساحة الشير، راح يساوي مساحة الحمل بينهم. الشير في نقطة اي ناقص الشير في نقطة دي يساوي مساحة الحمل بينهم اللي هي 3 في 10 30. هذا قيمته، هذه 3 او العفو 2 و 3 2، 2 في 10 يساوي 20، وهذه قيمته 20، فراح يطلع يساوي صفر. او مثل ما قلنا تقدر انت تقول راسا هذا فري هاند ويرجع للصفر. شوف هذه النقطة هنا مر منحني الشير بالصفر، نعم مر منحني الشير بالصفر. إذا تذكرون بالأمثلة السابقة قلنا إذا يمر منحني الشير بالصفر لازم نستخرج هاي الزيرو شير فورس ايش قد مسافتها.
هناك استخرجنا كان عندنا معادله للشير فورس، صفرنا المعادله. احنا هنا ما جايين نتعامل ويا معادلات، اصلا ما كاتبين معادله. فبهذا الموضوع مثل تستخرج زيرو شير فورس شو تسوي؟ تروح الى تشابه مثلثات، شوف هاي المثلثين بينهم تشابه لان اكو زاويه مشتركه بينهم، هذا ضلع 20 هذا ضلع 10. فاذا تسمي هذه المسافه اكس وتسوي تشابه مثلثات شو راح يصير؟ راح يصير تشابه مثلثات 10 على اكس، 10 على اكس ايش تساوي؟ تساوي 20، ما نهتم للاشاره هنا، 20 على هذه المسافه، ايش قد هذه المسافه؟ القاعده 3 ناقص اكس على 3 ناقص اكس. فراح تطلع عندك هنا مثل ما مبين بالمحاضره انه الاكس راح تساوي 1 متر، هذه المسافه 1. يعني في هذا الموضوع ما نريد نستخرج النقطة اللي يمر بها منحني الشير بالصفر، نستخدم تشابه مثلثات إذا هو خطي، إذا صاير بهالشكل. إذا منحني مو خطي بعدين راح نشوف شلون نستخرج. هسه راح ننتقل للبيندنج مومنت دايجرام. ما دام بالبيندنج مومنت دايجرام نريد نبدي أيضا من هذه النقطة، راح يبدي هذا هنا بيندنج صفر. ليش؟ لأن هذا سمبلي سبورتد، هذا سمبلي سبورتد هذه الجهة، فاذا البندنج هنا صفر. راح نجي نقطة بي، بنقطة بي يعني هذه النقطة، نقول المومنت في نقطة بي ناقص المومنت في نقطة اي يساوي مساحة الشير فورس بينهم. فهنا مساحة الشير 10 في 1، هذه 10 في 1 يعني راح يساوي 10. الام اي صفر فراح يطلع عندنا الام ات بي راح يساوي 10 كيلو نيوتن متر. فهنا بهذه النقطة قيمته 10. هل اوصل بخط مستقيم لو بمنحني؟ مثل ما قلنا نروح للدي ام باي دي اكس تساوي في، فالدي ام باي دي اكس هنا تساوي 10، يعني قيمة ثابتة. شوف قيمة ثابتة معناها اوصل بينهم خط مستقيم، لان خط المستقيم فعلا الميل مالته ثابت. وصلنا الى نقطة بي مرة ثانية، ليش اكو كونستريتد مومنت؟ مثل المثال السابق قلنا هذا الكونستريتد مومنت يسبب قفزة بمنحني البندنج، وبالتالي راح اقول المومنت في نقطة بي مرة ثانية ناقص هذا البندنج مومنت يساوي العشرة، هذه كلها ناقص قيمة الكونستريتد مومنت ناقص ال 25، فراح ينزل للسالب 15. صار هنا عندي سالب 15. هسه اريد احسب المومنت في نقطة سي. المومنت في نقطة سي ناقص المومنت في نقطة بي، هذه سالب 15، ناقص المومنت في نقطة بي اللي هو سالب 15 يساوي مساحة الشير فورس بينهم اللي هي 10 في 1 ايضا، ويساوي 10. فراح يطلع عندي المومنت في نقطة سي 15 ناقص 10، راح يبقى المومنت بالنقطة سي يساوي سالب 5 كيلو نيوتن متر. يعني هنا نفترض 5. زين، هل اوصل بينهم بخط مستقيم لو بمنحني؟ هل اوصل بينهم مومنت، يعني هذا المومنت هنا اوصله مستقيم لو منحني؟ لا، راح اوصله مستقيم. ليش؟ لان قيمة الشير بينهم ثابتة، فراح يصير هذا جزء مستقيم. هسه اذا اجي لهذه النقطة، يعني هذه النقطة اللي طلعت الشير زيرو شير فورس اللي راح تعطيني ماكسيموم مومنت، هنا نقطة الزيرو شير فورس راح يصير عندي نقطة نهاية عظمى بهالشكل، يعني بالتأكيد راح يصير عندي منحني هنا بهالشكل. هذه ات اكس يعني هنا على الواحد، فاجي اقول هذه النقطة خل اسميها ام اكس ناقص الام بالسي، ام اكس ناقص الام بالسي راح يساوي مساحة الشير فورس بينهم، هذا مساحة هذا المثلث اللي هي 10 في 1 على 2، 10 في 1 على 2 يعني 5، هذا 5، فراح يطلع الام بالاكس يساوي 0.
راح يطلع يساوي صفر. يعني هنا راح يجي هنا يصير صفر. احنا قلنا ماكسيموم بس طلعت قيمته صفر. ليش؟ هو ماكسيموم لما حوله، يعني هنا هاي كلها قيم سالبة فهو على واحد وصل للصفر. نروح بعدها إلى المومنت في نقطة دي، أو قبلها نخلي نوضح ليش وصلنا منحني، ليش وصلنا منحني بين هاي النقطة وهاي النقطة، لأن قيمة الشير متغيرة. يعني خلينا نوضح بس هذه قيمة الشير متغيرة، dm by dx يساوي v. قيمة الشير جاي تتغير هنا، جاي تتناقص لو تزايد جاي تتناقص. بعد خلاص احنا نحفظها، اذا جاي تناقص قيمة الشير معناها يصير عندي منحني محدب هنا، لو جاي تتزايد يصير مقعر. هسه نجي فالمومنت بدي، نريد نستخرج المومنت بنقطة دي. المومنت بدي ناقص المومنت في نقطة اكس، هسه هنا بنقطة اكس نعرفها صفر، راح يساوي مساحة الشير فورس بينهم. المومنت بالاكس احنا استخرجناه طلع صفر، فالمومنت بالدي راح يصير مساحة الشير فورس دايجرام اللي هو هذا المثلث. 3 ناقص اكس يعني 3 ناقص 1، فالقاعدة هي 2 والارتفاع 20، وراح يساوي 2 في 20 على 2 نصف القاعدة في الارتفاع. وبالتالي طبعا هذه سالبة مساحة، بالتالي راح يطلع عندي سالب 20. سالب 20 يعني اريد اوصل هسه، هل اوصل بخط مستقيم لو اوصل بمنحني؟ لا، راح اوصل بمنحني. ليش؟ لان دي ام باي دي اكس يساوي في، والفي هنا ايضا جاي يتناقص الشير، معناها عندي هنا منحني محدد. اخر نقطة هذه هنا احنا مثل ما قلنا ما دام فري اند فنقدر نقول عنا صفر، هنا نقدر نقول عنا صفر مباشرة هذا بالفري اند، او نفس الطريقة نقدر نحسبها نقول الام بنقطة اي ناقص الام بنقطة دي يساوي مساحة هذا المثلث، او ممكن رأسا نقول صفر لين فري اند. الامتحان كيفك، يعني اي وحدة صحيحة. لكن هل نوصل هنا بمستقيم لو بمنحني؟ دي ام باي دي اكس يساوي في، الفي جاي يتناقص، الفي جاي يتناقص هنا، معناها عندي منحني محدب بهالشكل، منحني محدب، وبالتالي راح يصير عندي هذا هنا بندق مومنت سالب، هذا سالب وهذا موجب. هذا المثال وضح لنا ايضا طريقة الرسم باستخدام، يعني بدون استخدام المعادلة.